السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يا هلا وشثير الهلا، ويا هلا وكل الهلا. طبعا هذا نبات البسباس. نبات البسباس نبات بري، ينتشر معظم الدول العربية، أما دول الخليج فينتشر في المملكة العربية السعودية وأجزاء من سلطنة عمان. أخونا المزارع من أبوظبي جلب البذور وزرعه، والحمد لله تمت بنجاح زرعته في شهر 9/10. نبات البسباس يشبه أوراقه الشبت والشومر، أي الحبة الحلوة، والكمون واليانسون. الأوراق إبرية، رائحة عطرية زكية طيبة جدا ومميزة، تميزة عن بقية النباتات. نبات البسباس له فوائد يعني طبية ما شاء الله، يعرفونها أخواننا المعالجين بالأعشاب. وأيضا نبات البسباس يؤكل مع السلطة ومع السمك الصالونة أو المرق، ويتبل فيه السمك الشوي فيشيل الزفر ويعطي السمك طعم مميز ونكهة طيبة جدا. طبعا كثير من الناس يقول أن هذا البسباس هو الشبت، لا يختلف عن الشبت، وراح أوريكم الفرق. البسباس يستخدم في دول المغرب العربي كشاي البسباس. الجماعة اللي تعشون بالليل وثقلون بالعشاء عليهم بالبسباس، طارد الغازات وهاضم. الآن نشوف الفرق. طبعا هذا حاشينه محشوش طالع مرة ثانية، الآن هو قاعد يعني يعقد البذور، فنشوف هنا لو نلاحظ البسباس كيف أو البذور ماله. أما الشبت فيمتاز يعني بالصفار الشديد البذور. هذا الشبت بذورة جدا يعني صفرة. حياكم الله ويا هلا وكل الهلا.